تتغير الأحداث من حولنا يومياً، ونتأثر بكل ما يدور حول العالم، وما كان متاح سابقاً أصبح مضر في الوقت الراهن، ولكن تظل مصلحة أولادنا هي الأولوية العظمى. وفي ITU نحاول جاهدين توفير أنسب الطرق لطلابنا بما يضمن لهم تحصيل كافة المعلومات الدراسية المطلوبة بأفضل طرق الشرح والتدريس وأكثرها مرونة ويسر على يد خبراء في تدريس وشرح المواد الدراسية المختلفة بأحدث الأساليب التكنولوجية في مجال التعليم الإلكتروني عن بعد بما يضمن سلامتهم وتفوقهم الدراسي في نفس الوقت. لن نستطيع التحكم في مسارات العالم، ولكن نستطيع تأمين مستقبل مشرق لأولادنا وضمان مصلحتهم. كن مع ITU على طريق التفوق والنجاح.